راديو بلس بلس كون راديو. بعيدا عن الاجتماعات والخطابات والنقاشات، هنا وجد المشاركون في منتدى الأعمال المغربي الفرنسي بمدينة عيون في هذه المنطقة التي تسمى منطقة فم الواد، حيث يجتمع الجميع هنا، ولكن ليس للنقاش وإنما للتعرف على الثقافة الحسانية وأيضا الاستمتاع بالذوق الجميل ديال المطبخ المغربي. أيضا كانت مناسبة للتعريف بالموروث الثقافي المغربي الحساني والمتمثل بطبيعة الحال في الأغاني الحسانية. استمتع الحاضرون مغاربة وفرنسيين بهذه الأجواء، أيضا استمتعوا بالشاي الصحراوي المعروف بطبيعة الحال، ولا يحلو السمر في الصحراء إلا بوجود الجمل وهذا الصحراء الجميلة والرائعة وهذا الجو الرائع. إذا نتابعوا هذه الصور وهذا الربورتاج من هنا من منطقة فم الواد 5 كيلومتر عن مدينة العيون في إطار فعاليات منتدى الأعمال المغربي الفرنسي الذي ينعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. هنا في الصحراء لا تحلى الا بثلاثه ديال الجيمات، الجماعه والجمر، وشنو الاخر؟ الجماعه والجمر والجر، الجماعه والجر ديال اتاي، هذا كاس ديال اتاي، هكا الياس. استمتعنا بهذه الاجواء، اجوا نصوروا الناس كي يجوا من السهره، زوينه ولا اجوا معايا. جاتكم السهره؟ السهره جميله جدا. عجبتك؟ بيان سور عجبتك. عجبك فيها بزاف؟ هو انه متنفس الناس ناشطين، كلشي فرحان الحمد لله. استاذ سي كي جاك السهره؟ تبارك الله ما شاء الله، منوره بكم، شكرا جزيلا، وداك الشيء كان هو هذاك. بارك الله فيك، شكرا، نواصلوا. بارفيت، اكسلونت، وي. Exceptionnel. C'est super. Magnifique. Bien aimé? Comme toujours, oui. Masha'Allah, ra'i'a. Quel est le niveau? Masha'Allah. Oui, ma'koula. Je joue pour cette femme. Bonjour, quoi. Ou, frahna bennat déjà ou non? Alhamdulillah. Formidable. Ah ouais, elle a bien amusé. C'est incroyable. Ah, c'est bien. Excellent, vraiment très bel accueil. Le président de la région nous a fait un accueil extraordinaire. Moi, je suis d'origine turque. J'ai des activités à Paris, Istanbul, à Casa. Et vraiment, on est accueillis vraiment comme des rois. Je remercie le roi Mohamed VI pour son investissement, pour son accueil chaleureux. Je suis avec un très bon ami marocain. Youssef qui est dans le transport, moi je suis dans le bâtiment. Et Inch'Allah, demain on va signer des contrats. Inch'Allah. Youssef, qu'est-ce que c'est là? Très très bien, tabarakallah, c'est très bien, on est bien accueillis. Donc je remercie le président de la région de l'Aïoun. Je remercie énormément Sa Majesté de nous avoir permis d'organiser ce forum d'affaires. Et comme je l'ai dit sur 2M tout à l'heure, l'idée c'est d'encourager l'emploi. La fête c'est bien, mais maintenant il faut passer aux choses sérieuses et encourager les emplois des jeunes et de ceux qui veulent vraiment travailler. والله الا خيرت بها وداكشي زوين، وحنا كنديروا هادشي على هاد الناس يستاهلوا هادشي، وعلى وديت هاد الفورم يستاهلوا هادشي اللي درنا ويستاهلوا اكثر من هادشي،
والحمد لله تسناو لي كونفونسيون اللي مهم في هذا الشيء كله، تسناو لي كونفونسيون لهذه البلاد العزيزه اللي هي العيون، والناس فرحانين راك شتي كل شيء، وان شاء الله جاي الخير والخير والخير بزيد العيون، دونك با لونتون جاي بزاف ديال الخير ان شاء الله. رئيس الجهه سيد الرئيس كي جاتك السهره؟ رائعه. وكي جاك هذا الجو؟ هذا كي غايزيني فرحان وعاجبني الحال، الناس فرحانه اللهم لك الحمد. بعد الاجواء الاحتفاليه الجميله اللي عشناها هنا في هذه المنطقه ديال فيلم واد اللي قريبه من مدينه العيون، كنودعكم على امل اللقاء بكم في تغطيه اخرى ان شاء الله. لكم تحياتي وتحيات فريق العمل كامل من هنا من مدينه العيون، الى اللقاء. راديو بلس، بلس كون راديو.